أنا شغلي الأساسي في الدهانات والنعاشة والديكورات والكلام من دوت يعني. وهبة بتشتغل معاك دخلت معاك بس؟ لا دخلت الشغل معايا الأول، بدأت كأنها بتساعد يعني في الأول، وبعد كده بدأت بقى تتعلم واحدة واحدة، وكانت استجابتها للشغل كانت سريعة يعني، اتعلمت بسرعة. أنت كنت حابب ده من الأول ولا هي اللي كانت حابة كده؟ لا أنا عن نفسي ما كنتش عايزة أتعبها يعني، أو لأنها شغلانة فيها تعب وفيها شقة والكلام من دوت، فيعني اتحطينا في موقف صعب، وهي كهبة في وقت الجد بتبقى راجل وراجل قوي كمان، فكان لازم تقف يعني، ده الطبيعي بتاعها، مش اللي هي بتصطنع. يعني هي لما اشتغلت معاك كان من باب ان هي عايزه تساعدك؟ كانت عايزه من باب اللي هي تساعدني، لان انا كانت شايفاني في ازمه، كانت شايفاني في موقف صعب وشغال لوحدي وما ينفعش حتى ان انا اجيب حد، لان هي كانت معايا في الشقه، والشقه دي كانت في القاهره مش في مكان سكن يعني، مش في المحافظه حتى اللي انا كنت شغال فيها، فكان لازم بقى تقول لي بقى لا لازم اعمل معاك حاجه. انا كنت رافض وقتها ولا تقبلت على طول؟ لا انا كنت رافض، بس هي لما قعدت تلح عليا فانا خدتها بمحمل الهزار يعني، قلت مثلا هتشتغل شويه مثلا وهتتعب وهتقعد، بس هبه هي زي ما هي هبه يعني. وتعلمت معاك بسرعه؟ بصراحه انا ما كنتش متوقع عن نفسي يعني، انا بقى اكتر من 19 سنه في الشغلانه دي، انا ما توقعتش لا تتعلم بالسرعه دي وايديها تمشي فيها بسرعه يعني. انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ بقالنا 7 سنين. 7 سنين متجوزين عن حب ولا جواز رومانسي؟ لا عن حب، وقصه كبيره يعني، مش قبل الجواز اصلا؟ من قبل الجواز. حصل معاكم مشاكل قبل الجواز؟ حد اعترض على الجواز؟ معانا مشاكل كتير بصراحه بيننا يعني، بين عيلتين يعني، مش من عيلتي انا بس، لا من العيله الثانيه كمان. كانوا رافضين الجواز يعني؟ رافضين الجواز. ليه الاسباب؟ كانوا شايفين ساعتها ان الهبه لسه صغيره، وان انا لسه برضو مش مكونتش نفسي ومعيش سيوله يعني، ده انا اجهز نفسي كان صنايعي وكل حاجه، بس اللي جاي رايح يعني، بقى انزل اصرف على هدوم، اصرف على فسحه، اصرف على حاجه، ما كنتش شايل لها هم في حاجه. وكان على طول اخواتي يقولوا لي كده، انت مش هتشيل مسؤوليه، انت بتفكر في جواز ازاي دلوقتي؟ طب انا اشيل مسؤوليه؟ لما اشيل مسؤوليه انا مش شايل حد يعني، دلوقتي انا مش شايل مسؤوليه، اشيلها ليه دلوقتي؟ وخلفت، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى عرفت احنا شويه؟ لا حرفنا كتير. ايه اللي حصل؟ ما لقينا هجوم من الناحيتين، ومشاكل اتطورت وكبرت شويه، فقلت لها يا ابو خلاص احنا يعني يا اما مش هنبعد عن بعض، يا اما ان احنا نعتمد على نفسنا ونعتمد ونمشي بره، وزي ما ترسى بقى يعني، اللي ربنا كتبه لنا هتشوفه، بس طول ما احنا نيتنا خير ان شاء الله ربنا هيكرمنا. كان رد فعلك ايه لما قال لك كده؟ كنت زعلانه طبعا ومتضايقه، بس خالته بقى، خالته اللي وقفت معانا، خالته هي اللي حفزتنا وهي اللي كانت يعني معانا ضد اهالينا. بس رد فعلك انت لما سمعتي كلام زي ده عملتي ايه؟ كنت حزينه طبعا وزعلانه من هجوم اهلي وهجوم اهله، لكن هو بالنسبه لي كل حاجه بصراحه. اثر فيكي طبعا ان هم عملوا، اثر فيا اللي هم بيعترضوا على جوازكم، هجمونا، هجمونا وهم اللي طلعوا غلط. هو كان في رفض الاخر، رفض صريح ليكي ولا عشان عمرك بس؟ لا هم كان رفض نهائي يعني، لان انا برضو كنت مش هيشيل المسؤوليه يعني، مفيش مسؤوليه، وهم شايفين بقى، واخواتي حتى موصلين لاهلها كده ان انا لسه شغال مثلا، بشتغل باليوميه او بشتغل مثلا، مش هيقدر يفتح بيت، مش هيقدر يفتح بيت. طب امال ازاي عرفتوا تكونوا نفسكم؟ الكلام بيزيد. ما هو النصيب. خالتي بقى وقفت معانا يعني بصراحه، لما عرفت ظروفنا يعني، انا سافرت قعدت معاها هناك يومين وعرفت ظروفها قبل بقى ما كانت هبه تيجي معايا وكده، فقلت لها حصل كده 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 كده، وحكيت لها بقى الموضوع بالتفاصيل وكده، فقالت لي لا خلاص يعني الهبه معاك، ومش مثلا مش هترجع تقول لا، لا مثلا ما ينفعش، او مثلا انا ايه اللي انا عملته ده ولا الكلام ده. قلت لها لا، هبه انا اضمنها برقبتي هنا، هبه وقت الجد جد يعني بصراحه. عملتوا ايه عشان تبصروا بقى ايه المتاعب اللي عشتوها شويه؟ يعني عملت لنا جمعيه كده بسيطه اللي احنا نعرف يعني ناخد شقه. هي ساعدتنا كتير، اول حاجه خدنا شقه وقومت ابنها والله من على السرير اللي كان نايم عليه واديته لنا عشان نحطه في الشقه ديت، ونقعد يعني نبقى لوحدنا في الشقه، هي لوحدنا وكده، وكان اتنين متزوجين يعني، وكان بقيت الشقه فاضيه، هو ما كانش فيه يعني شقه واتنين وصاله، ما فيش غير سرير واحد بس هو اللي كان فيه. واحده واحده بقى ايه، بدانا نجيب بقى. استحملت ان انت تعيش مع بعض كده؟ والله انا كان بالنسبه لي كان زي العسل، بس كان كل همي هبه، وكانت هبه مستمتعه جدا، تقول لي اهم حاجه اللي احنا مع بعض.
انا كان عندي ثقه بربنا قاعده في بيت. لا انا كان عندي ثقه بربنا ان الشقه دي هتبقى قصر، هتبقى قصر بحبنا، هتبقى قصر باللي احنا اتظلمنا. اللي احنا ما كناش احنا كانتش وحشه يعني، احنا كنا محتاجين حد يوقف في ظهرنا، احنا كنا محتاجين حد يحفزنا. فربنا علم اللي احنا اتظلمنا، اللي احنا اللي برضو اللي مننا كان نظرتهم غلط فينا. واكبر ليه كانوا ضدكم دايما؟ في حاجه غلط؟ لا كانوا ضدنا في اللي قلقانين مثلا، لا انت هتروح تتجوز وفي الاخر هتجيب مراتك وتجيلنا بيها، لا انت مش هتشيل مسؤوليه، لا انت مش هتفتح بيت، لان هو وضعه قبل الجواز فعلا مختلف 180 درجه غير دلوقتي. هم نفسهم اخواته مش مصدقين، مش هينفع يعني اسيبه جوه الهموم دي كلها لوحده، يعني غير بقى المسؤوليات والضغوطات والبيت وكمان فوقيها الشغلانه دي واللي حصل فيها. فقلت له لا انا هقدر احل مشكله زي دي ونخرج منها وخطوه ننفذها ونهتم بقى، يعني نشوف بقى بقيه حياتنا. انت من نفسك اللي جات لك الفكره ولا حد ساعدك؟ لا طبعا انا اللي من نفسي، وانا قلت له مفيش حل غير كده. يعني هو مفيش سيوله يجيب صنايعيه، وما ينفعش في نفس الوقت يسيبنا في البلد انا معايا ادم وحسن ويسافر، لاني برضو اكيد احنا هنبقى محتاجين برضو مصاريف والكلام ده.